السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. الدولار الامريكي 382 الى 384 جنيه، الريال السعودي 103 جنيه، الدرهم الاماراتي 104 جنيه، الريال القطري 105 جنيه، اليورو 460 جنيه، الجنيه الاسترليني 532 جنيه، الدينار الكويتي 1258 جنيه، الدينار البحريني 1005 جنيه، ريال عماني 988 جنيه، الدينار الليبي 104 جنيه، الجنيه المصري 24 جنيه. تنويه: أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة، وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.